نعسوا في بعضنا، شكون زوج شكون طلق، شكون مرتو اونسان، شكون اللي راه عرا، شكون اللي راهو لابس، شكون اللي حجب، شكون اللي حبيت نفهم علاه رانا هكا، علاه طلقتو المرأة من دارها وعم بالكم 4 أيام وهي ترند في تويتر بلي راهي طلقت المرأة في دارها، علاه هادي علاه ذنبها، كل ذنبها انها دات ملكة جمال العرب سمارة، علاه ما نتمناوش الخير لبعضنا، علاه نفيلو الفال اللي ماشي مليح للناس، علاه نستناو غير واحد يطلق با نديرو عليها تقلالة. لي كومونتير شفتهم كاتاستروف، الناس اللي على بالهم بها بلي بخوش ليا لي ميساج، الله لا يشوفك، انا نقول لهم انا ما طلقتش، هما يقول لك لا طلقت باسكو لي كومونتير وكاع وكما كامل وهي ما خرجتش تهضر. نتوما تعرفوا الطفله دوريجين جامي هضرت، لي تيليفزيون يحللوها باه تجوز والو في مصر وفي الجزائر، دوريجين هي ماهيش من الناس اللي دير لي ستوري اخرها تحط لي فوتو، حتى من عرسها نهار قررت انها تبيبلي بلي الزوجة تقررت، ونهار قررت انها تريد تري لي فوتو وتولي حياتها شخصية بريفي، نحترم قرارها. علاه على هاد الاشاعات وهاد الشيء، على حرام والله العظيم، هادو ولايات ويا ويح اللي يظلم الولية.